من يد تهتز مرتعشة ودقات قلب تعلو على صوت الرصاص إلى عدسات بمهنية عالية تحملها أياد ملؤها العزم بإيصال الصوت والصورة وبشاعة ما يرتكبه النظام جريمة جريمة ومجزرة تلو الأخرى. من شاهد عيان عبر الهاتف يستخدم اسما مستعارا إلى شاهد على فرحة الأحرار الذين يهتفون للحرية غصبا عن الأسد ويحيون الإعلام الحر الذي ناصر ثورتهم واحتفى بحقائق أخبارهم. رأس الجزيرة أبو جعفر يطالب النظام السوري بدخول الإعلام الحر جميعا ويقول بأنه الإعلام السوري كاذب الآن. الرصاص والدبابات والصواريخ، كاميرات فيديو ترصدها، حتى عمليات الحصار والقتل والتعذيب تحت مراقبة ولو بعدسة هاو شاهد على وحشية أمن النظام وجيشه وشبيحته. كان هناك إطلاق رصاص كثيف لما تمكن من التصوير. واكب إعلام الثورة حركات وسكنات جيش وأمن النظام، كما وثق الجرائم ولم يغفل الحالات الإنسانية، كما لم يغب عن تشييع الشهداء. للثورة فنون، وفنون إعلام الثورة السورية كانت وسط الحشود من أغاني ونكات وحتى تقليد الطاغية جينتاو كما تم وصفه على صفحة الثورة الصينية. لكم وليد معلم وليد قادير، يعني أن نرفع من رأسه كرة قدم، نعمل مباراة خيرية بين كلام والوقفة، يعني تتكلمنا قليلا، يعني أنا مع الشعب. أما أدوات الثوار من هواتف وحواسيب ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب فهي أكثر قوة وتأثيرا من كل ما يملكه النظام من إعلام ورصاص وشبيحة ومرتزقة إعلام. فرض إعلام الثورة نفسه على وسائل الإعلام العربية والعالمية، خصوصا وأن النظام يمنع عمل وسائل الإعلام المعارضة له في سوريا. على الإنترنت كانت صفحات قليلة أغلبها يحث على التظاهر ويقدم نصائح للمتظاهرين لتفادي الغاز المسيل للدموع، لكن أمن النظام لم يدع المقبلين على التظاهر يستفيدون من كل ما تعلموه من أساليب الوقاية، حيث غاب الغاز وحذر الرصاص. ومع الهتافات الأولى للثورة تضاعفت أعداد الصفحات الداعمة للحراك السلمي، ومع توسع الحراك أطلقت كل منطقة وربما كل قرية صفحة توثق وتنسق وتتواصل مع الإعلام الحر، والأهم أن الجميع وفي تعاون غير متفق عليه تمكنت جهودهم من كشف جرائم النظام وضحض أكاذيبه في وقت قياسي، بل إن إعلام الثورة جعل من رموز النظام أضحوكة حتى عند الموالين له. أفلام الثورة السورية تجاوزت 70,000 فيلم بحسب ناشطين، وآلاف الأفلام لم تنشر حتى الآن، فملايين الدولارات التي يبذرها النظام على إعلامه لم تضف على إنجازاته قيمة، بل نزعت عنه حتى مصداقية المسلسلات، فيما حقق الأحرار انتصارات إعلامية غير مسبوقة تتمتع بكامل المصداقية إلى الحرفية بحد ذاتها، رغم المخاطر التي يواجهها كل من يحاول نقل جزء من حقيقة ما يجري في سوريا.